أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة، حيث تفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه عصر اليوم، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. وقد تفضل جلالته أيده الله بإلقاء خطابه السامي، والذي كان وافيا وشاملا لكافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. في هذه الحلقة نناقش مضامين الكلمة السامية مع ضيوفنا الكرام، ولكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. هدف واحد هو مملكة البحرين، تسخر له الجهود والإمكانيات كافة، وتتفق عليه السلطتان التنفيذية والتشريعية من أجل وطن ينعم بالخير والازدهار في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، جلالته الذي يؤكد في مختلف المحافل على أهمية التعاون والتنسيق المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق مزيد من المكتسبات والازدهار لمملكة البحرين وأهلها الكرام. ومن هذا المنطلق كان المشروع البحريني قد وفر العديد من الأدوات التشريعية والرقابية، إذ يتمثل الدور التشريعي في سن التشريعات والقوانين اللازمة للدولة واقتراح القوانين ومناقشتها وإقرارها، وهذا الدور يتقاسمه كل من مجلسي الشورى والنواب، كما أن الأدوار الرقابية التي منحها الدستور البحريني تمكن السلطة التشريعية من متابعة أعمال الحكومة وأدائها من خلال استخدام الأدوات الدستورية المقررة لهم. وفي إطار التعاون بين السلطات، تحرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تحرص على تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية امتثالاً لتوجيهات جلالة الملك المعظم وتحقيقاً لمقاصد العملية الديمقراطية لمملكة البحرين. فبين فترة وأخرى تعقد اجتماعات مشتركة بين السلطتين لاتخاذ الخطوات المهمة وتحقيق التوافقات تجاه العديد من المواضيع، والتي عادة ما تنتهي بتوافق يمثل جوهر التعاون بين السلطتين. ومن ثم وتحت قبة البرلمان يكون التعاون والحضور جليا للوزراء أو ممثلي الوزارات، فبين سؤال وجواب، وبين استفسار وتوضيح، وبين نقاشات تتفرع، إلا أنها تركز على البحرين ومن أجل البحرين، وذلك لأن العملية تكاملية وتعاونية من أجل المصلحة الوطنية الأسمى. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وباسمكم أرحب بضيفي الكريمين سعادة السيد أحمد قراطة عضو مجلس النواب. أهلا وسهلا فيك سيد أحمد. أهلا ومرحبا. وأيضا سعادة السيد هذا رمزي عضو مجلس الشورى. أهلا وسهلا فيك سيد أحمد. أهلا. حضرنا اليوم واستمعنا إلى الكلمة السامية لجلالة الملك المفدى، وقد حملت هذه الكلمة مفاهيم شاملة ومضامين واسعة لمختلف أطر العمل الوطني في المرحلة القادمة، ولعل في مستهلها أكد جلالة الملك حفظه الله ورعاه بأن راية الإصلاح والتحديث في مملكة البحرين تنطلق من إرادة وطنية ودون وصاية من أحد، وبأن قرار الوطن المستقل هو أحد أبرز ما يحافظ على المكتسبات الوطنية. أستاذ أحمد، طبعا جلالة الملك حريص كل الحرص أن في كل دور الانعقاد يفتح دور الانعقاد في الفصل التشريعي، سواء كان الأول أو الثاني بالنسبة حق الفصل التشريعي السادس، وحريص كل الحرص على الالتقاء بأعضاء السلطة التشريعية من الغرفتين مجلس الشورى والنواب. وطبعا كما عودنا جلالة الملك في خطابه السامي، هو يعطينا خريطة الطريق حق المستقبل، نرسم فيه رؤى والسياسات للدولة.
طبعاً الوحدة الوطنية هي منبع كل إقامات التنمية المستدامة ما تلا من الوحدة الوطنية. التنمية المستدامة يجب أن يكون هناك قرار خالص من أصحاب القرار في مملكة البحرين ومن قرار وطني خالص. قرار وطني خالص نابع من أعضاء السلطة التشريعية اللي يمثلون شعب مملكة البحرين في مجلس النواب. طبعاً مثل ما تعرف أن عادة مملكة البحرين معروفة أن دائما القرارات التي تتخذ سواء من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية تكون خالصة منبعة من عاداتنا ومن تقاليدنا ومن كافة المؤسسات الدولة مؤسسات السيادية ومؤسسات القانون. كل هذه الأمور طبعا نشيد فيها احنا في مجلس النواب ونطلع على تشريعات أو قوانين بالتعاون مع السلطة التنفيذية. هذه طبعا هو موجز ما يؤخذ ما في الوحدة الوطنية ما بين الشعب وما بين السلطة، وهذه طبعا شاهدناها بعد حتى في الفترة السابقة عندما شهداء الواجب لمملكة البحرين كان التلاعب ما بين السلطة وما بين القيادة ما ضرب أروع ملاحم التلاحم ما بين السلطة وما بين الشعب يعني. نعم، وقد خصهم جاءة الملك المفدى أيضا بتحية لشهدائنا الأبرار. سنعود إن شاء الله في سياق حديثنا، ولكن أستاذ هالة أيضا ذكر جاءة الملك بأن هامة هذا الوطن ورأس هذا الوطن دائما مرفوع مهما بلغت التحديات، بفضل عزيمة أبناء الوطن وبفضل استقرار مؤسسات الوطن ومؤسسات الدولة الدستورية، وخص منها أيضا المؤسسة القضائية من خلال دوريها القضائي والحقوقي. ويمكن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في الجانب الحقوقي واستقلال واستقرار العمل القضائي في البحرين ونزاهة يعني استقلال القضاء البحريني الشامخ، مفخر اعتزاز للبحرين، وأيضا هو ضمان لاستمرار المسيرة الإصلاحية. بالفعل طبعا الله يحفظ جلالة الملك، في كلمة السامية دائما ما تكون تحمل كثير من الرؤى والثاقبة والمعاني المهمة التي نستلهم منها احنا في السلطة التشريعية طريق عملنا، منها طبعا ما ذكره جلالته اليوم عن السلطة القضائية واستقلال السلطة القضائية، وهذه يمكن جزء من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك أن تكون دولة مؤسسات مستقلة، سلطات مستقلة، سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية وسلطة قضائية، وهي فعلا سلطة مستقلة تماما تأخذ قراراتها بناء على القوانين الموجودة التي تقر منها السلطة التشريعية. السلطة القضائية في البحرين معروفة عن نزاهتها، معروفة عن عدالتها، معروفة أيضا بالمؤسسات التي تدعمها لحفظ حقوق الإنسان وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع. وإحنا في البحرين شهدنا نهضة نوعية في مجال حقوق الإنسان بجميع المؤسسات، إن كانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إن كان المؤسسات اللجنة التحقيق الخاصة، إن كان الكثير من المؤسسات الداعمة لحقوق الإنسان. حقوق الإنسان في مجلسي الشورى طبعاً أكيد هذه يدل على أهمية حقوق الإنسان وتحقيق حقوق الإنسان بصفة استقلالية وتعود يعني بقرارها الحر الخالص يعني النزيه، وهي لا تتبع أحد سوى جهة الملك، جلالة الملك وبهذا مصدر قوة لها. بالفعل، وهي أنشئت على مبادئ باريس والتي تصر على استقلالية هذه المؤسسة، وشهدنا فيها كثير من التطور من يوم ما أنشئت إلى اليوم، تاريخ حافل أكثر من 10 سنوات، وحققت إنجازات كثيرة في هذا المجال بشهادة الجميع صراحة، ليس محليا لكن أيضا دوليا، أنه البحرين قطعت شوط كبير في هذا المجال. فيعني جلالة الملك لما يذكر هذا الموضوع واستقلالية القضاء يشير إلى أهمية هذا الموضوع في النقلة والنهضة الوطنية اللي مملكة البحرين تشهدها ويشهد بها جميعا. نعم، وباعتبار التجربة الديمقراطية في البحرين قائمة على استقلال يعني السلطات الثلاث والتعاون فيما بينهما،
جاءت الملك أشاد بالسلطة التشريعية وبأن يعني مسيرتها نابعة وتطورها من الإرادة الشعبية، وهذه الإرادة التي يعني يترجمها الشعب البحريني المواطن البحريني من خلال مشاركتها الفاعلة في الانتخابات وفي متابعة أداء السلطة التشريعية، في متابعة أداء النواب، التفاعل معهم. واليوم نشاهد تفاعل ليس فقط خرج من إطار مثلا مجالس النواب، إلى نشاهدهم في يعني قنوات المفتوحة، في الفضاء المفتوح اللي خلقته وسائل التواصل. إذن الإرادة الشعبية هي من يعني ساهمت في تطور أداء السلطة التشريعية، مراقبة الشعب لأداء النواب، وأيضا يعني إحساس النائب بأنه يمثل صوت الشعب وعليه مسؤولية كبيرة. طبعا مثل ما تعرف مضامين الخطاب الصامي لجلالة الملك دائما احنا ناخذها خريطة الطريق لعملنا في البرلمان. مثل ما تعرف يعني ان صارت امور كثيره بالتعاون مع السلطه التنفيذيه، منها الميزانيه العامه للدوله لاول مره بتاريخ المجالس الفصول الخمسه، هاي الفصل السادس، لاول مره الميزانيه تم تغييرها من قبل السلطه التنفيذيه واتى بميزانيه جديده للتغييرات اللي تم عليها. كذلك الدعوم اللي راح تقدم في لجنة مشتركة ما بين الحكومة وما بين مجلس النواب، هذه طبعا نابعة من المسؤولية المشتركة لتعديل الحد الأدنى للمستوى المعيشي للمواطنين، وهذه ما ينادي في برنامج عمل الحكومة اللي احنا المحور المعيشي والمحور الحفاظ على المكتسبات. طبعا خلال الأربع سنوات من خلال الميزانية العامة للدولة كذلك ان احنا قلنا ان ما راح تزيد اي ضرائب او اي رسوم سواء كانت مباشرة او غير مباشرة على المواطنين، والحفاظ على المكتسبات لدى المواطنين. وكذلك بالنسبة حق اللجنة المشتركة اللي ما بين الحكومة وما بين السلطة التشريعية واللجنة المشتركة ما بين مجلس النواب ومجلس الشورى، راح تناقش جميع الدعوم وراح تضع الحد الأدنى للمعيشة بالنسبة حق الأسرة البحرينية. بمكان مكان 336 راح يكون الحين تقريبا على حسب الدراسات عندنا ثلاثة، يا ناخذ 50% يا 40% يا 30%، بيوصل ل 580 تقريبا بيكون الحد الأدنى للمعيشة في مملكة البحرين. أو الخيار الثاني 669 راح يكون كخيار ثاني، وعندنا خيار ثالث 700 وتقريبا 42. هذا التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أشاد به جلالة الملك جلالة الملك المعظم فيما يتعلق بالتعاون من أجل رفاه وصلاح يعني المواطنين ومصلحة الوطن. هذا التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو أساس العملية الديمقراطية، هو أساس العملية فصل السلطات ولكن التعاون فيما بينها لمصلحة الوطن والمواطنين. طبعا واللي ذكرته هو مثال على ذلك. مثال على أن في برنامج عمل الحكومة كان هناك تغير تقريبا 60% من برنامج عمل الحكومة، وهذا بالاتفاق ما بين السلطة التشريعية وما بين السلطة التنفيذية. كذلك في الميزانية العامة للدولة لأول مرة مثل ما ذكرت لك أن الميزانية يتم تغييرها وتغير الأرقام اللي فيها، هذه ما حدثت في المجالس السابقة، هذه أول مجلس وهذه يعتبر إنجاز بالنسبة حق المجلس. نعم أستاذ هالة، جلالة الملك أيضا أشاد اليوم بالجهود الوطنية المخلصة التي يقودها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي تعود بيعني النفع على الوطن والحفاظ على ريادة البحرين التنموية. وهذا العمل الدؤوب الذي يقوم به سموه نراه اليوم يعني وثماره في مختلف ميادين العمل الوطني. بالفعل طبعا الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نقلت العمل الحكومي إلى بعد آخر، إلى كثير من التطوير، كثير من استخدام التكنولوجيا في إنجاز الكثير من الأعمال، تسهيلا على المواطن وتسهيلا أيضا على المراجعين، وأيضا لتحقيق كفاءة أكثر
تحقيق إنجاز أكثر في العمل الحكومي. لا سقف لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، هذا شعار الكل يعمل به اليوم. بالضبط، والكل يشعر بهذا الفرق في العمل الحكومي، التطور في العمل الحكومي. صحيح. لا مجال للتقاعس، لا مجال لقلة الإنتاج. إحنا في وقت متسارع، كل شيء حوالينا سريع جدا، فلازم نكون نواكب هذه التطور ونواكب هذه السرعة، وإلا للأسف ما بننشهد التنمية التي نتمنى أن نراها. وطبعا مثل ما قلت، يعني ان في كثير من التطور صار في الفتره الاخيره طبعا بقياده سمو ولي العهد. وايضا واليوم سلمت الله، اذا يعني العاملين في مختلف يعني المجالات، سواء مؤسسات الدوله التنفيذيه او التشريعيه او حتى المواطنين، حينما يجدون راس السلطه في الحكومه موجود في الميدان، قريب من الكل، يعمل بهمة وبنشاط وبروح يعني بالفعل بروح من أجل مصلحة الوطن في كل ميدان وفي كل مجال، لا يجد أحد يعني مجال إلا أن يقتدي بهذا القائد وأن يحاول أن يواكب هذه الهمة وهذا النشاط. مثلا مثال كورونا، أزمة كورونا اللي مرينا فيها، سمو رئيس الوزراء كان على أول القائمة اللي مهتمة جدا واللي داخلة في كل التفاصيل، كل تفصيلة كبيرة وصغيرة من قبل ما توصلنا الكورونا، هو كان مهتم فيها وكان مستعد لها، وخلى أجهزة الدولة كلها تكون مستعدة. وهذه خلى مملكة البحرين مثل يحتذى به على مستوى العالم في كيفية مكافحة وباء الكورونا. وعمل الجميع كفريق واحد، فريق البحرين، فريق تحت البحرين قيادة سمو. وهذه صار شعار الكل يتكلم به والكل يعمل به، شعار فريق البحرين فريق واحد. وأيضا خليني أقول لك أنه منصة التواصل اللي خلت المواطن يقدر يوصل شكوته للمسؤولين، هذه بعد حققت كثير من التفاعل وحققت كثير من التطور للعمل الحكومي، لأنه لم يعد هناك حواجز بين المواطن. بالضبط، القدر استطاع المواطن أن يصل للمسؤول بصوته بشكوته. وتحل عن طريق هذه المنصة. أستاذ أحمد، اليوم وجه جلالة الملك يعني حفظه الله ورعاه بوضع خطة عمل تختص بالحفاظ على الهوية التاريخية والثقافية لمدن البحرين، ذكر منها طبعا مدينة المحرق العريقة، وأيضا ذكر حفظه الله قصر عيسى الكبير. الحفاظ على الهوية التاريخية والهوية يعني الثقافية لمدن ومعالم البحرين أمر في غاية الأهمية، والمملكة منذ فترة طويلة هي تسعى للحفاظ على ذلك، وأعتقد اليوم بالتوجيه الملكي السامي سنجد العمل في هذا المجال يأخذ آفاقا مختلفة بإذن الله. طبعا مملكة البحرين سباقة في هذا الأمور وفي الحفاظ على التراث، ومملكة البحرين مسجلة في منظمة اليونسكو لعدد من المواقع، عدد من المواقع اللي سجلت في الفترة الأخيرة، يعني ما هي بعيد. يعني المضامين اللي دائما تأتي من خطاب جلالة الملك في دور الانعقاد، أي دور انعقاد كان، تحمل خريطة الطريق للقدوم فيها. بالنسبة حق الحفاظ على التراث وبالنسبة للحفاظ على قصر عيسى الكبير الموجود في مدينة المحرق، هذه طبعا قبل يقول لك الحكومة كانت موجودة في مدينة المحرق وتالي انتقلت إلى الرفاع، هذه التاريخ يعيد نفسه. فالحفاظ على التراث والحفاظ على الأجيال والحفاظ على هذه الممتلكات، كل مدن البحرين عزيزة وغالية. كل مدن البحرين عزيزة وغالية طبعا، وفي عدة مواقع في مملكة البحرين تراثية وموجودة لحد الآن، ويرتادها طبعا السواح، وموجودة المدينة التراثية اللي تحمل كل هذه المباني في
اختزلوا في مكان واحد وموجودة، وكل الاحتفالات في الأعياد الوطنية وفي المناسبات الوطنية يتم فيها عمل الاحتفالات، وموجودة كل هذه المعالم اللي تكلم عنها جلالة الملك في خطابه السامي اليوم. وكذلك الحفاظ على الموروث الحضاري والموروث التاريخي، هويتنا البحرينية المعروفة والأصيلة المتأصلة في جميع المواقع، إن كانت سواء كانت بالنسبة حق المباني التراثية أو العادات والتقاليد أو حتى الألعاب الشعبية اللي كانت موجودة في الفترة السابقة، يعني كانوا دائما يسوونه في المدينة التراثية والحفاظ عليها. دائما جلالة الملك في خطاب السامي وفي مضامين الخطاب السامي لجلالته إن الحفاظ على الهوية البحرينية والحفاظ على مكتسبات هذه الوطن. ودائما احنا في السلطة التشريعية من تشريعات من قوانين في الفترة الأخيرة كان هناك بعض المشاريع بالنسبة حق الحفاظ على الهوية البحرينية في التراث، وكذلك بالنسبة حق المواقع الأخرى في مملكة البحرين حق المواقع التراثية والمواقع الأثرية لها دور محفوظة وموجودة من الأزل. والبحرين يعني تتكلم عن 2000 سنة قبل الميلاد الحضارة موجودة، الحضارة الدلمونية والحضارة الإسكندر الأكبر وكل الحضارات في العهد الإسلامي، واللي يأت القرامطة ويأو الساسانيين ويأو البارثيين ويأو جميع حضارة ممتدة وعريقة، حضارة ممتدة وطويلة وعريقة. ومملكة البحرين تاريخها موجود ومعروف يعني بالنسبة حق الحضارات اللي توالت على مملكة البحرين يقارب 5000 سنة في بعض يعني كتب التاريخ قبل الميلاد، يعني 2500 تقريبا قبل الميلاد. فيما يختص ب يعني الجانب الدولي والإقليمي، جلالة الملك ذكر بأن العالم يستمع إلى التحالفات القوية، لذلك كما في كل خطابات جلالته السامية يحث ويؤكد على أهمية العمل ضمن مجلس التعاون الخليجي من أجل التكامل وصولا إلى الوحدة، وأيضا ضمن البيت العربي الكبير من خلال جامعة الدول العربية. طبعا البحرين جزء لا يتجزأ من الخليج إقليميا، وجزء لا يتجزأ من الدول العربية في جامعة الدول العربية. وجود البحرين في مجلس التعاون يضيف إلى قوة مملكة البحرين إقليميا ودوليا. وفعلا كما قال جلالته التحالفات اليوم هي التي يسمع صوتها. شخص فرد واحد أو دولة واحدة قد لا تكون مسموعة، قد لا يكون لها تأثير، ولكن التحالفات التي نشهدها على مستوى العالم كل فترة تسمع عن تحالف جديد، تحالف قوي، تحالف يتجمع فيه الدول لتحقيق مصالح سياسية واجتماعية ودولية. فبالتالي البحرين دائما ما كانت جزء من مجلس التعاون الخليجي، ولها إسهامات كثيرة ولها مشاركات كثيرة. وأيضا في جامعة الدول العربية البحرين حاضرة دائما وبقوة، وأراءها مسموعة وأراءها يحتذى بها كمثال وكنموذج للتعايش والتسامح وبلد الانفتاح. البحرين لها هوية خاصة الكل يحترمها، الكل يقدر ويثمن ما تقوم به القيادة ممثلة في جلالة الملك وجلالة الملك المعظم وسمو رئيس الوزراء وولي العهد رئيس الوزراء في دعم والقيام بكثير من البرامج التي تؤكد على هوية مملكة البحرين وشعب مملكة البحرين والانفتاح والتسامح في البلد. جاءت الملك في ختام كلمته حيا تضحيات شهدائنا الأبرار في ميادين الشرف والرجولة والبسالة، وبأن تضحياتهم ستبقى بإذن الله خالدة في تاريخ هذا الوطن. الكل كما تفضلت في بداية حديثك في الفترة التي سبقت الأسبوع الماضي الأسبوع اللي قبله التفت يعني كل قوى الوطن، توحد الوطن حول تضحيات شهدائنا الأبرار والذين هم دائما سيبقون لهم مكانة مضيئة وراسخة في تاريخ البحرين الحديث، وأيضا في مستقبل لدى مستقبل البحرين وذاكرة أبنائها إن شاء الله. طبعا نرفع
أسمايات الحزن والمواساة إلى شهداء الواجب في الحد الجنوبي من المملكة العربية السعودية، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين وللجرحى، ونتمنى أن يعودون لأرض الوطن بأسرع وقت ممكن مشافي المعافين. طبعا هاي التضحيات لمملكة البحرين، البحرين مقرب على أبنائها أن يضحون من أجل وطنها. طبعا هذه موجود الأرث من قديم الزمان، من على أيام دخول البحرين إلى الإسلام كانت هذه التضحيات موجودة والتسميات موجودة، وأهل البحرين معروفين. نحن نفتخر ونعتز بتضحياتنا، نحن نفتخر ونعتز بالشهداء الواجب، ونعتز بمكانة البحرين في رقم أن مساحته ورقم أن دولة خليجية موجودة في عاصفة الحزم. هذه شيء مشرف لنا احنا، والحفاظ على الجزء الجنوبي من المملكة العربية السعودية، على المقدسات الموجودة في المملكة العربية السعودية، واحنا العمق الاستراتيجي ما بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية يخلينا اقوى مما كنا عليه في السابق. وطبعا في الحد الجنوبي البحرين، او في اي مكان، لم تتقاعس البحرين عن القيام بدورها في نصرة البحرين يعني في اي تحالف، سواء كان عربي او اسلامي او خليجي، البحرين تلقاها في الصفوف الاولى في التضحيات وفي تقديم المساعدات في جميع المجالات. رحم الله شهدائنا، اي رحم الله شهدائنا، والله يشفي الجرحى والمصابين، ونريدهم الى ارض الوطن سالمين قانمين ان شاء الله، ويطمن اهاليهم عليهم ان شاء الله باذن الله. استاذه هاله، اليوم الكلمه الساميه التي وضعت محددات العمل الوطني في المرحله القادمه، تحمل ولا شك السلطة التشريعية يعني واجب العمل الوطني خلال المرحلة القادمة، سواء بغرفتيها طبعا الشورى والنواب. لديكم ولابد ملفات في الفترة القادمة. طبعا في كثير من الملفات هي مستمرة من الفصول السابقة ومستمرة من الأدوار السابقة. مثل ما تفضلت، الكلمة السامية لجلالة الملك والدعم المستمر للسلطة التشريعية، هذه يعتبر تحدي لنا، يعتبر يعني يتطلب منا بذل جهود كثيرة ومواصلة الجهود، تجديد التكليف بالضبط، ومواصلة الجهود في تحقيق رؤى جلالة الملك، في الحفاظ على مكتسبات المواطن، في العمل فعلا على النهضة التنموية التي يعني هي في مخيلة جلالة الملك، التي يعني يتمنى أن يتمتع بها كل مواطن بحريني، من كان سلام، من كان أمان، من كان احتياجات اجتماعية، احتياجات ثقافية، احتياجات يومية. فبالتالي كثير من الملفات موجودة، إن كانت على صعيد المالية، إن كان على صعيد الخدمات، إن كان على صعيد المرافق. فكل هذه طبعا تأتي تباعا، وبالتعاون مع السلطة التنفيذية نستطيع أن نتقدم وأن نطور التشريعات والقوانين بما يخدم فعلا المواطن والمواطن. بإذن الله نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق في السلطة التشريعية لتحقيق تطلعات القيادة وتوجيهات سيدي جلالة الملك، وأيضا أمال المواطنين في يعني الرفاه وتحسين مستوى المعيشة والتعافي الاقتصادي وتحقيق النمو والتنمية. يعني ملفات كثيرة، تحديات كثيرة، ولكن إن شاء الله بتعاون السلطة التشريعية والتنفيذية وبالجهود الوطنية التي يقوم بها الجميع إن شاء الله نصل إلى ذلك. أنا شاكر لكم كل الشكر، شرفتونا اليوم سعادة الأستاذة هالة رمزي عضو مجلس الشورى، وأيضا سعادة الأستاذ أحمد قراطة عضو مجلس النواب. شكرا جزيلا. شكرا. يعطيكم العافية. كما أشكر لكم مشاهدينا حسن المتابعة. نلتقي إن شاء الله في حلقات خاصة قادمة. إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.